السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء، نتمم كتاب المفيد في الرياضيات الصفحة 75، يعني تابع لحساب قياس المحيط الدائرة ومساحة القرص. إذا التمرين الثاني، أحسب قياس المساحة الزرقاء، يعني هذه المساحة، علما أن قطر الدائرة الكبرى، يعني الدائرة الكبرى، ضعف قطر الدائرة الصغرى. إذا الدائرة الصغرى عندنا القطر ديالها هو سنتيمتران، وقطر الدائرة الكبرى يعني اثنان، وهنا اثنان يعني غتكون 4 سنتيمترات. إذا أول حاجة غادي نحسبو، نديرو نحسب مساحة القرص الكبير، القرص الكبير. إذا المساحة يعني كتعطينا S يساوي الشعاع في الشعاع في القيمة بي. غادي نجسدوها بالأرقام. إذا الشعاع هنا عندنا شحال؟ هو 2، لأن القطر 4. إذا القطر الشعاع كيساوي 2. إذا 2 في 2 في القيمة بي هي 3.14، يساوي 2 في 2 4 في 3.14، يساوي 12.56 سنتيمتر مربع. دابا غادي نحسبو القرص الأصغر أو الصغير. نحسب مساحة القرص الصغير، إذا غنعاودو القاعدة S يساوي R شعاع في شعاع في قيمة بي. إذا الشعاع ديال القرص الصغير هو 1، مادام أن القطر 2. إذا عندنا 1 في 1 في 3.14، إذا غتعطينا S يساوي، يعني 1 في 1، 1 في 3.14 هي 3.14 سنتيمتر مربع. دابا غادي يمكن لنا نحسبو المساحة الزرقاء، يعني المساحة الزرقاء هي مساحة القرص الكبير ناقص مساحة القرص الصغير. إذا غندير هنا، نحسب مساحة، نحسب قياس أو نحسب المساحة الزرقاء. إذا غندير S يساوي 12.56 ناقص 3.14 يساوي 9.42 سنتيمتر مربع. إذا هذه هي مساحة، يعني هذه هي قياس مساحة المساحة الزرقاء. التمرين الثالث، جو كالكيل لا سيرفاس دي 3 ديسك ساشون كو لا لونغور دي ريكتانجل ميزور 24 سنتيمتر. إذا
اذا هنا قال لك احسب مساحه يعني هاد الاقراص، علما ان طول هاد المستطيل هو 24 سنتيمتر، يعني الطول هنا 24 سنتيمتر يعني هنا. اذا بما ان طول هنا 24 يعني راه هو يعني هاد 24 غتكون هي الاقطار ديال هاد الاقراص، يعني الاقطار ديال هاد الاقراص يعني هو الطول ديال المستطيل. اذا نحدد، غندير هنا نحدد قطر كل قرص، نحدد قطر كل قرص. او يعني غنديروها بالفرنسية، يعني غنديرو لو ديامتر دو شاك شاك ديسك. اذا غناخدو هاد الطول 24 وغادي نقسموه على يعني على الاقراص، عدد الاقراص هو 3 يساوي 8 سنتيمتر. اذا هاد 8 سنتيمتر هي قطر كل، يعني هنا 8 هنا 8 هنا 8 سنتيمتر. دابا غادي نقلبو يعني على الشعاع. اذا الشعاع يعني لوغيون دو شاك ديسك اذا لو غيون دو شاك ديسك يعني 8 مقسوم على 2 يساوي 4 سنتيمتر. اذا هذا هو الشعاع ديال كل قرص. اش قال لنا ثاني؟ قال لنا يعني غادي نحسبوا لا سيرفاس، لا سيرفاس دي 3 ديسك. اذا دابا غادي نحسبوا مساحه قرص واحد، يعني غنديروا لا سيرفاس د سول ديسك، دان سول ديسك. إذن اس يساوي يعني المساحة ديال القرص هي ار في ار في قيمة بي يساوي، غادي نجسدوها بالأرقام. قلنا الشعاع يعني هو 4، إذن 4 في 4 في 3.14 يساوي 4 في 4 16 في 3.14 يساوي 50.24 سنتيمتر مربع. إذا هنا لقينا غير المساحة ديال قرص واحد. إذا دابا غادي نديرو لا سيرفاس
du 3 disques. La surface des 3 disques, يعني غادي ناخذ المساحه ديال قرص واحد ونضربها في 3. اذا نديرو اس يساوي 50.24 فوا 3 يعني في 3 يساوي 150.72 سنتيمتر مربع. اذا هذه هي مساحة الاقراص الثلاث، يعني هي 150.72 سنتيمتر. السؤال رقم 4، طافت متسابقة حول حلبة دائرية قطرها 10 أمتار 50 مرة، احسب بالكيلومتر المسافة التي قطعتها. إذا هاد العداءة يعني طارت على واحد الحلبة، هاد الحلبة اللي هي على شكل دائرة يعني دايرة هكدا، للقطر ديالها 10 متر. إذن باش نعرفو حنا هاد المسافة اللي دارتها يعني اللي جابتها في دورة واحدة، خاصنا نحسبو مساحة أو محيط هاد 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 الدائرة. إذن أول حاجة خاصنا نعرفو محيط الدائرة. إذن غنديرو نحسب مسافة دورة واحدة بالمتر. هاد الدورة هاد يعني هاد الدورة واحدة هي محيط دائرة قطرها 10 متر أمتار. إذن غنديرو بي يعني محيط الدائرة هو بي يساوي دي في قيمة بي. إذن بي يساوي 10 في 3.14 يساوي 31.4 متر. إذا هاد العداءة يعني هاد هي المسافة اللي كدورها في دورة واحدة. دابا غنحسبو مسافة 50 دورة. نحسب مسافة 50 دورة باش بالمتر. اذا غناخدو يعني مسافة دورة واحدة هي 31.4 وغنضربها في 50 دورة، غتعطينا 1570 متر. يعني هاد المسافة اللي ضربت هاد اللي قطعت هاد العداءة يعني في 50 دورة هي هاد. دابا اش غنديرو؟ غادي نحولوها للكيلومتر. اذا نحول الى الكيلومتر. اذا عندنا 1570 يعني متر تساوي، اذا عندنا هنا المتر، ديكامتر، الهكتومتر، الكيلومتر. إذا تعطينا 1.7 كيلومتر. إذا المسافة اللي قطعتها يعني بالكيلومتر هي 1.57 كيلومتر. التمرين رقم 5،
ABC est un triangle rectangle isocèle de 24 cm de périmètre. Je calcule la surface de la partie colorée du disque. إذا نشكل هنا قال لك عندنا هنا واحد المثلث ABC يعني غندير هنا A B C قائم الزاوية ومتساوي الساقين إيزوسيل محيطه 24 سنتيمتر. إذا نحسب المساحة ديال هاد لابارتي أو الجزء الملون. إذا أش عندنا هنا؟ عندنا يعني قرص وفيه مثلث. هاد المثلث يعني متساوي الساقين. إذن أول حاجة خصنا نحسبو يعني نعرفو قياس هذا الضلع. مادام إلا عرفنا قياس هذا الضلع غنعرفو حتى قياس هذا الضلع. إذن غنديرو لا ديستانس دو AB et AC. إذن AB راح كيساوي لنا AC. علاش؟ لأن هاد المثلث متساوي الساقين. اللي كيتساوي يعني المحيط ديال هاد المثلث اللي هو 24 ناقص هذا الضلع اللي هو 10 ومقسوم على 2. علاش؟ لأن يعني هذا الضلع كيساوي هاد الضلع. إذا غيساوي لنا 7 سنتيمترات. دابا اش لقينا؟ لقينا ان هذا فيه 7 سنتيمترات وهذا فيه 7 سنتيمترات. اذا دابا يمكن لينا دابا نحسبوا مساحة هذا المثلث. اذا غنديروا لا سيرفاس دو لي تريونغل اذا المساحه كتعطينا اس يساوي قاعده في الارتفاع والكل مقسوم على 2. اذا اس يساوي القاعدة غنعتبرو لا اعتبرنا هذه قاعدة غنعتبرو هذا ارتفاع ولا اعتبرنا هذا ارتفاع غنعتبرو هذا قاعدة. اذا القاعدة هي 7 في الارتفاع اللي هو 7 مقسوم على 2. سبعة في سبعة 49 مقسوم على 2 تساوي 24.5 سنتيمتر مربع. اذا دابا لقينا مساحة هاد المثلث. اذا علاش غنقلبو دابا؟ غنقلبو على مساحة يعني هاد
نصف دائرة أو نصف قرص، مساحة نصف قرص. اللي غنديرو لا سيرفاس دي دومي ديسك. علاش؟ لانه هو كيهمنا حنا دابا غير هاد النص، نص القرص اللي فيه المثلث. إذن S يعني المساحة ديال القرص هي R في R في القيمة P. إذن هنا عندنا القطر 10، إذن الشعاع غيكون هو 5. إذن غنديرو S يساوي 5 في 5 في 3.14 يساوي S يساوي 25 في 3.14 يعني هنا نسينا، يعني هنايا مادام ان درنا دومي ديسك يعني هنا مقسوم على 2 وده مقسوم على 2 مقسومة على 2. اذا 25 في 3.14 يساوي 78.5 قسمة ديال 2 يساوي 39.25 سنتيمتر مربع. إذن هذا مساحة نصف قرص. دابا غنقلبو على لا سيرفاس، لا سيرفاس دو لا بارتي de la partie colorée. Ou bien colorée du disque. ناخذ المساحه ديال نصف القرص ونقسم لنا المساحه ديال المثلث. اذا المساحه ديال نصف القرص هي 39، اذا غنديروا اس يساوي 39.25 ناقص 24.5 يساوي 14.75 سنتيمتر مربع. إذن هذه هي مساحة الجزء الملون. تمرين رقم 6، تم حفر حوض دائري قطره 10 أمتار في هذا الحقل. يعني هذا الحوض القطر ديالو 10 أمتار. احسب قياس مساحة الصالحة، يعني المساحة الصالحة للزراعة، علما أن المساحة الكلية للحقل هي 120 ديكامتر مربع. إذن أول حاجة احنا خصنا نحسبو هذا الحوض المساحة ديالو اللي هو على شكل يعني قرص والقطر ديالو 10 أمتار. إذا غنديرو هنا نحسب مساحة الحوض اللي هو على شكل دائري، يعني غنديرو مساحة يعني القرص على شكل قرص. إذن R في R في القيمة P. إذن R
عندنا هنا القطر 10، اذا الشعاع غيكون 5. اذا الشعاع 5 غنديرو 5 في 5 في 3.14 يساوي 5 في 5 25 في 3.14 يساوي 78.5 متر مربع. إذا هنا عندنا المتر مربع وهنا عندنا الديكامتر مربع، إذا خصنا نحوله، نحوله هاد الديكامتر للمتر، يعني نوحدوا المسافة. إذا غنديرو نوحد المسافة، إذا 120 ديكامتر مربع يساوي 12000 متر مربع. دابا غادي نقلبوا على المساحة الصالحة للزراعة. إذن غنديرو قياس المساحة الصالحة للزراعة، إذا غناخدو يعني مساحة الحقل الكلي اللي هي 12000 متر مربع ناقص مساحة الحوض الدائري اللي هي 78.5 يساوي، أو غندير هنا يعني S إذا كيساوي لنا 11921.5 متر مربع. إذن 11921.5 متر مربع. إذن هذه هي مساحة، هي المساحة الصالحة للزراعة. إذن هادشي اللي كاين في الصفحة 75، إن شاء الله نتلقاو في صفحة قادمة بحول الله.